أما هلأ ليا بننتقل لقصة نجاح كتير جميلة. يمكن الإرادة القوية والتصميم هي أهم عوامل النجاح في الحياة. بعد انقطاع 13 سنة عن مقاعد الدراسة، الصبية رهف باسل شرف الدين أبو فخر بترجع لتكمل حلمها وتنال الشهادة الإعدادية. بدنا نقول لها لست رهف مبروك النجاح وأهلا وسهلا فيكي. صباح شكرا، الخير وألف يسعد مبروك صباحك. التفوق والنجاح الحلو. شكرا لك. وأيضا بدنا نرحب بالطفلة غنى صافي حرب. صباح الخير صباح النور. غنى، حكواتية الأولى على مستوى القطر. هي ابنة قرية عراجة وطالبة بالصف الخامس، هي بتبلغ من العمر 10 سنين. نالت المركز الأول بمجال الحكاية على مستوى الجمهورية العربية السورية من خلال مشاركتها برواد الطلائع. صباح الخير. صباح آخر النور. صباحك يا حلوة. صباح صباحك. الخير رهف على الجديد. صباح النور. خلينا صباحك. يمكن بالبداية لما نقول انقطاع 13 عام عن الدراسة، كمان هيك فترة كتير طويلة أي والعودة طبعا. بتكون صعبة. خلينا نحكي لكل الناس اللي عم تتابعنا، عودة الحلم لإلك لمتابعة الدراسة كيف بلشت وهل كان في صعوبات ولا لا؟ أكيد واجهتني صعوبات كتير، خصوصي أني ربيت منزل، عندي ولدين، زوجي عسكري، فأكيد في صعوبات كتير راح تكون وتواجهني، والانقطاع الطويل كمان. مين ساعدك بولادك بالطبخ بالبيت؟ هلق بولادي، مرت عمي معي بالبيت، بالبيت لحالي. برافو عليكي ويعطيكي ألف عافية. الله يسلمك. مرحبا يا غنى، أهلا. كيفك؟ الحمد لله تمام. حكواتية أولى، إيه؟ شو يعني؟ يعني أني رحت رواد بمجال حكوات الصغير، بحكي لهم حكاية وبيعطوني ورقة أسئلة فيها قواعد وأنا مجاوبة عليها، فالحمد لله توفقت طب احكي وطلعت لنا الأولى. حكاية اليوم، شو هي الحكاية اللي تفوقتي فيها؟ حكاية عن البدوي عدنان بعنوان نصيحة بجمل. يلا، هي صغيرة؟ طويل شوي. لا بدنا شي صغير شوي، يلا شوي قولي لنا حكاية لحتى اشوف كيف طيب ماشي. بتأدي الحكاية. أنا الحكواتي عندي حكاياتي للكبار والصغار، ما أحلى حكاياتي، أصواتي كثيرة في كل الأرجاء، لي عدة وجوه وعدة أسماء، واليوم سأحكي حكاية عدنان، حكاية جميلة تناقلتها العربان. هذا يا سامعي الكلام، كان عدنان شابا جميلا، بسوس الوجه أنيق الهندام، ضاق عليه الرزق في سبل الحياة، وبدأ يبحث عن طريق للنجاة، فقرر أن يهاجر البلاد بحثا عن عمل جديد يعود عليه بمال وافر ومفيد، فيبدل سواد الفقر بعيش رغيد سعيد. وبالفعل يا سادة يا كرام، سافر عدنان، قطع الفيافي الواسعة ومشى الدروب الشاسعة حتى وصل إلى المدينة. يا حذركم شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ اللي صار يا سادة يا كرام، إنه التقى بتاجر، أعجب التاجر بذكاء عدنان وهمته العالية، فعمل معه وأكرمه وأجدل له العطاء واحترمه، وبقي على هذه الحال 10 سنوات طوال. وإذا به في ليلة قمراء وهو يتأمل نجوم السماء، تنحمر من عينيه الدموع في شوق إلى أهله ورجاء. سأله التاجر: إيش فيك يا عدنان؟ رد عدنان: الديار طلبت أهلها. فقال له التاجر: خذ يا عدنان، هذا مالك وهذه جمالك، اذهب حيث تشاء لتنال مرادك. انطلق عدنان مسرعا في رحلته، وفي طريقه الموحشة وجد بيتا من الشعر يشتعل فيه موقد نار، دخله ليتقي قطاع الطرق الأشرار. فماذا وجد فيه يا سادة يا كرام؟ وجد شيخا جليلا، أدخله الشيخ وحياه
وبدل له من الطعام أحلى. سأله عدنان: ماذا تعمل يا عمه؟ أجاب الشيخ: أعمل في التجارة. فسأله عدنان: وماذا تبيع يا عمه؟ أجاب الشيخ: أبيع النصائح. ضحك عدنان وقال: وبكم النصيحة أيها الشيخ؟ أجاب الشائب: النصيحة بجمل. قرر عدنان أن يشتري نصيحة وقال: هاك الجبل يا عمي، واعطني نصيحة تثلج دمي. فكانت النصيحة الأولى: يا سادة يا كرام، يا ولدي إذا شفت نجم سهيل حذار السيل. ابتسم عدنان وأحسب الخسران وقال لذاته: لأعطيه الجمل الثاني علني أحصل على نصيحة تحقق الأماني. فأعطاه الجمل الثاني وقال: هات يا عمه نصيحة ثانية. فكانت النصيحة الثانية: يا سادة يا كرام، يا ولدي نام على الهم ولا تنام على الدم. لم يفهم عدنان النصيحة، لكنه قرر أن يحفظ ماله ولا ينفق جماله. أحسن شيء يعمله عدنان مشان ما يخسر كل ما كان هون النصيحة كانت بجمال. هي قصة النصيحة بجمال. كمان حافظ قصيدة غنى؟ خلينا نسمعها ونشوف إلقائك كمان. ما كمان طويلة كثير مشان نشوف كل شيء. يلا أوكي. قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شآم، ما المجد؟ أنت المجد لم يغبي. إذا على برد حور تأهل بي، أحسست أعلامك اختالت على الشهب. شآم لفظ الشآم اهتز في خلدي، كما اهتزاز غصون الأرض في الهدب. أنزلت حبك، أنزلت حبك في آه فشددها، اضطربت آه فكنت المجد في طربي. نعم، برافو يا غنى، غنى الشطورة. خلينا نروح شوي لعند رهف. رهف، اليوم كثير في من السيدات، في من الصبايا بيستسلموا يمكن لظروف الحياة، بيستسلموا للوقت الصعب يلي مرق علينا كلنا. ظروف صعبة تماماً، ظروف صعبة على كل الناس مرقت علينا. خلينا نحكي اليوم عن قصتك. كيف قررتي، كيف كان عندك هي الإرادة القوية لحتى هيك تكون عبرة لباقي الصبايا يلي عم يشوفوك؟ هلق مثل أي سيدة ربت منزل، انقطعت عن دراسي من الصف السادس وما كملت سابع وثامن، بس دائما كان عندي حلم أني أرجع كف يعني، وخصوصا بس صار في أولاد بدي تابع معهم ولازم ساعدهم وكون معهم خطوة بخطوة. صح. فضليت مصرة على هالقرار والحمد لله. قديه بتلاقي يمكن العودة للدراسة بعد انقطاع 13 سنة صعب؟ لأنه تكون المناهج اختلفت، طريقة طبعاً التدريس اختلفت، طبعاً المعلومات واللغة بتدخل بشكل طبعاً كتير كبير. طبعاً أكيد في كتير صعوبة لقيتها بالمنهاج، كان صعب وبظروف الحياة كان في صعوبة كتير لواجهتها، بس الحمد لله. الحمد لله، برافو عليك. الحمد لله. أكيد الطريق ما بيتوقف عند صدور النتائج، الحلم رح يكمل لقدام. أكيد رح نكمل. حلمك وين رح يكون إذا هيك الله راد وكانت هيك علاماتك يعني بتخليك تدخلي لفروع أنت بتتمنيها، شو حابة تسجلي؟ إن شاء الله هلق السنة هاي بكالوريا أدبي، وبعدين أي فرع بحق اللي رح سجل فيه إن شاء الله. رح تحضري يعني رح يكون في يمكن مساحة أو وقت أكثر تحضير بالنسبة لك بما أنه في ظروف صعبة عم تقولي يمكن أنت بالبيت الأب والأم بما أنه زوجك عسكري فأغلب الوقت أكيد منه موجود؟ أكيد. كيف رح يكون هون الضغط لأنه مختلف؟ يمكن بالبكالوريا التحديد بيكون مصيري يعني الصعوبة بتكون مضاعفة بالنسبة لك، خصوصا بعد هيدا الانقطاع، يعني حابة فعلا تعملي شيء وتأسسي لشيء لإلك؟ إن شاء الله إن شاء الله، يعني في صعوبة كتير رح تكون بس رح تعب إن شاء الله. إن شاء الله. غنى عن جديدنا نرجع لعندك.
يعني ما شاء الله ما شاء الله، هاي خشاب. يعني انت حصلتي على مراتب اولى بتجمع كثير من الاشخاص، نحن بنقول لك برافو عليكي، اكيد نحن فخورين فيكي وبدنا نوجه تحيه لاهلك يلي ساندوكي ورهف، اكيد لكل شخص وقف معك وحدك. اكيد بالبدايه زوجي اللي ما تركني رغم انه هو عسكري ويعني وضعه كثير كان صعب وفي ضغوطات كثير وصعوبات واجهها كمان هو، بس الحمد لله ما تركني. الحمد لله. أكيد أكيد نوجه له تحية. بدنا نشكركم على وجودكم معنا. صبية جميلة غنى، بتمنى لك التوفيق بدراستك وبمراكز كمان جديدة على مستوى خطر. بتمنى لك التوفيق إن شاء الله يا رب هيك تحصلي المجموع اللي بتتمنيه السنة الجاية بالبكالوريا. يمكن أنت مثال وخير مثال للمرأة السورية اللي بتتحدى جميع الظروف لفعلا تحقق حلمها. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا كثير لكم، واكيد يعني بنتمنى لكم التوفيق وبنشوفكم اكيد بحلقات جايه. موفقين يا رب.